تأتي هذه الندوة الصحفية في حقها بعد تواتر مجموعة ديال الاعتداءات الجنسية على الأطفال والطفلات، وما يرافقها في حقها من أحكام اللي هي جد جد مخففة، واللي ما كترقاش الجرم اللي ارتكب في حق هاد الأطفال هادو، واللي كنعتبرهم في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أنهم رجال ونساء الغد. ما كتكونش حماية نفسية ولا متابعة نفسية لهاد الطفلات والأطفال، ما كتكونش مواكبة أو لا يعني تسهيل المساطر للإبلاغ على هاد الاعتداءات الجنسية. يعني واحد المجموعة ديال الحاجات اللي خصها تكون مرافقة هاد الأطفال والطفلات محرومين منها. كذلك كنعرفوا أن هناك طفلات اللي يعني تعرضوا لاعتداءات جنسية جماعية، وهذا كنعتبره في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان خصو يرقى ظاهرة الاتجار بالبشر. كذلك هناك الأحكام اللي هي جد مخففة، وهذا حتى هو خصو مراجعة كذلك في القانون الجنائي، لأن مشاكل الاغتصاب أو قضايا الاغتصاب في حق الأطفال خصها تكون فيها الأحكام جد مشددة وما تكونش مخففة وما ناخدوش فيها ظرف التسهيل. كذلك البيدوفيليا اللي المغرب ولا الباب ديالو مشرع لكاع البيدوفيل ديال العالم، كذلك خصها تجرم في القانون الجنائي وتصدر واحد اللائحة ديال المنع مجموعة ديال البيدوفيل ما يدخلوش المغرب. وكذلك التنازلات ديال الاباء بعد الضغوطات اللي كتكون عليهم ما خصهاش تكون نهائيا، لانها خصها تمنع باش يعني القضاء يكون ياخذ المجرى ديالو الطبيعي بدون تاثير على الوالدين الاطفال المغتصبين. المتابعه النفسيه جد جد مهمه، واللي خصها في حقها تكون مرافقه لهذه الحالات هذه. كذلك الاطفال في وضعيه اعاقه ولا الطفلات خص الاحكام تكون جد مشدده. للجمعيه تحاول ما امكن المتابعه ديالو سواء على المستوى المركزي او على المستوى ديال الفروع. بالفعل هناك بعض القضايا تاخذ بعدا كبيرا أو اشتغالا أقوى، هنا أعود خاصة الإشكال القضائي اللي كان وقع مع المغتصب الكويتي، اللي مع الأسف كان تواطؤ ديال السلطة القضائية وكذلك السلطات المغربية ككل من أجل تسهيل الهروب ديالو. أقول تواطؤ لأن كان هناك خطأ جسيما من خلال السماح له المتابعة في حالة سراح دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حضوره، وإلى الآن ما زلنا نتابع هذا الملف. كذلك كانت الحالة ديال الطفلة ديال تفلت لحسن الحظ، هنا كيجي الدور ديال المجتمع المدني، لأن لولا يقظات الحركة النسائية ككل لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه. هذا من جهة، من جهة أخرى تأتي الندوة الصحفية ديال اليوم لتسلط الضوء على هذا الموضوع، لأن هناك نقاش حول مدونة الأسرة وتغييرها، إذا يجب هذه النقطة كذلك أخذها في عين الاعتبار في هذا النقاش المجتمعي، لأننا داخل الجمعية كنا وما زلنا دائما نطالب بمدونة للمرأة شاملة، ليس فقط أننا نجزئها على ما هو موقع، ولكن على الأقل تكون شاملة نظرا للخصوصية ديالها، نظرا لأن مع الأسف في دولة بحال المغرب سي لا ترونش لا بلي فيلنيرابل. إذا نحن نحتاج إلى مدونة للمرأة تشمل القانون الجنائي وكل ما يتعلق بما هو قانوني، ياخذ بعين الاعتبار هذه الوضعية الهشة ديال المرأة. كذلك لا يفوتني إلا أن أندد بما صرح به وزير العدل دائما في ارتباط بالقضية ديال الطفلة ديال تفلت، لما صرح على أن الجمعيات النسائية أتت لأخذ صور وانصرفت، فأظن إلا هذا تبخيس للعمل ديال الحركة الحقوقية، ونحن نقول له أن لو كانت الدولة تقوم بواجبها لما لذهب المجتمع المدني للشغال حول مواضيع أخرى، لكن نحاول ما أمكن التنبيه لأن هذا هو دورنا. إذن هذا هاد الندوة اللي كنظموها تحت شعار
جرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية على الأطفال والطفلات انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، وهي كتجي على الخلفية ديال الأحداث الأخيرة اللي عرفتها المحاكم المغربية واللي خلقت واحد الجدل كبير، واللي هي الاغتصاب اللي تعرضت له هذيك الطفلة، واللي كانت للأسف حكم ابتدائي مخفف جدا وتلتمس فيه ظروف التخفيف يعني تحكمت فيه ظروف السلطة التقديرية ديال القضات، وكان حكم مخفف جدا واللي على مستوى المرحلة الاستئنافية ترفع. إذا هذه هي الخلفية اللي حركت هذا الجدال واللي خلات أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان خصوصا من خلال القضايا الكثيره اللي كتعرض عليها ديال الاعتداء سواء على الاطفال او الطفلات، وكذلك الاغتصاب اللي كتعرض ليه النساء، واللي تواترت بشكل كبير واللي ارتفعت بشهاده ديال النيابه العامه في 2021 اللي كتقول بان الاغتصاب والاعتداء الجنسيه ارتفعت من يعني ب 50% من 20 ل 21. اذا هذا في هذا السياق هذا كيجي هذا التنظيم ديال هذه الندوه الصحفيه باش نثيروا فيه يعني ندقوا نقص الخطر وننبهوا المخاطر ديال هذه الاعتداءات الجنسيه والجسيمه على الاشخاص كافراد يعني نساء او اطفال ولا طفلات، وكذلك على المجتمع ككل، واللي ايضا ننبهوا الجهات المعنيه والمختصه وخصوصا الدوله باعتبارها هي يعني الفاعل الرئيسي واللي خصو يعني يتحرك في هذا الاتجاه، وان ما يمكنش غادي تبقى تمر الاعتداءات الجنسيه وكذلك على الاطفال وتكون عقوبات مخففه اللي هي كتساهم في انتشار الظاهره وكتساهم كذلك في الافلات الجنات من العقاب. وللاسف ان المساله ماشي كتعلق فقط بالجهاز ديال القضاء وانما كتعلق بالتشريع، فمربط الفرس والاشهاد كاين في التشريع. التشريع هو بنفسه كيتيح الافلات من العقاب اضافه الى الاجراءات الاخرى اللي خصها تكون مصاحبه يعني الولوج الى القضاء، اللي هي يعني المرور على الاخصائيين الاجتماعيين، كذلك الاطباء النفسيين، كذلك اعتماد الوسائل التقنيه الحديثه اللي تمكن انه ما يفلتوش الجنات من العقاب، منها الاديان، منها الخبره الشرعيه. وللاسف هذا الشيء كله ما كديروش للضابطه القضائيه وما كديروش النيابه العامه، وكتكون متابعات باحكام مخففه اعتمادا على هزك العرض كما كيتسمى في القانون اللي وغالبا كيسميوه بدون عنف، وبالتالي كتكون هذيك الاحكام والعمل القضائي كله كيمشي في اتجاه ما بين 6 شهور سنه الى سنه ونصف. يعني ماشي قضيه الطفله تفلت ولا قضيه السويدي اللي حنا كنذكروها اللي كانت في بنقرير اللي قتلت نفسها حرقا لانه تغتصبت وتصورت وهي كتغتصب، وكانت احكام ما بين البراءه وما بين 8 شهور، وحتى كانت الوسائل دي حتى كان ضغط كبير من الشارع عاد رفعت الاحكام الى 20 سنه.